بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بتلاميذ الإعدادي والثانوي، كذلك درس مهم بالنسبة لكل المستويات، وهو الحساب الحرفي أو الحساب العددي المتطابقات الهامة. إذا نبدأ على بركة الله بقواعد الحساب الحرفي. القاعدة رقم واحد، إذا كان لدينا A في B زائد C تقرأ A مضروب، يعني هنا لا نستعمل علامة في، لأن إذا كان لدينا مجهول ومجهول لا نستعمل علامة في، فنقوم بكتابة فقط A في B زائد C تساوي A في B، يعني A B زائد A في C، يعني A C. A B تعني A في B، A C تعني A في C. تخيلوا واحد في كاين هنا، واحد في كاين هنا، ما كتكونش نعطيك مثال. مثلا لو بغينا ندير جوج في ثلاثة ضروري نديرو في، علاش؟ لأن إلا درنا جوج في ثلاثة راه 23 ماشي جوج في ثلاثة، متفقين؟ ضروري نديرو في، ولكن لو بغينا نديرو جوج في أ يكفي أننا نديرو جوج أ، جوج ديال أ صاي هادي هي جوج في أ، متفقين؟ ما نديروش بلا ما نديرو في، متفقين معاك؟ ولكن كيكون جوج أرقام ضروري ندير في بيناتهم، علاش؟ لأن إلا ما درتش في يولي رقم أخر، يولي عدد أخر عفوا. إذا القاعدة رقم زوج هي أ في بي ناقص سي، بعدا الفكرة الأولى خاصني نقولها لكم. او بي و سي و دي، كاع هاد الرموز اللي غنستعمل، هاد الحروف اللي غنستعمل هي اعداد حقيقيه، هي كلها اعداد حقيقيه. اذا ا في بي زد ناقص سي كتساوي ا في بي ناقص ا في سي، كذلك ا زائد بي في سي زائد دي. الى هنا نشرو هادي، كي غنديرو نشروها كنضربو ا في سي و دي، يعني ا سي زائد ا دي، زائد من جبتها كملت مع ا، نمشيو عند بي زائد بي في سي، يعني زائد بي سي زائد بي في زائد دي، يعني زائد بي دي. الا كان عندي ناقص مثلا ا زائد بي في سي ناقص دي، كان عندي نحسبها هي ا في سي، سي زائد ا في ناقص دي هي ناقص ا دي، يعني عندي واحد ناقص ناقص ا دي، كملت مع ا نمشيو عند بي زائد بي في سي زائد بي في ناقص دي، يعني ناقص بي دي، عندي واحد ناقص دونك تولي ناقص بي دي، يكون واحد ناقص ناقص في زائد عندنا ناقص. الوغ نشوفوا الحالة الأخيرة، أ ناقص بي في سي ناقص دي، اش كتساوي؟ دونك أ في سي ما عندي مشكل هنا، أ في سي ما عنديش مشكل، أ في ناقص دي هي ناقص أ دي، كملت مع أ نشوف عند ناقص بي، ناقص بي في سي هي ناقص بي سي. شوفوا هنا مزيان، ناقص بي في ناقص دي هي ناقص مع ناقص ولي زائد، لان عندي ناقص بي في ناقص دي زائد بي دي تولي زائد بي دي، متفقين؟ اذا باستعمال هذه القواعد غادي نحاولوا نشرو واحد يعني التعبير. الى خدينا مثلا ا زائد بي وسي 2، هذا شنو كيساوي ا زائد بي وسي 2؟ هو ا زائد بي في ا زائد بي، متفقين معايا؟ اي عدد اسي 2 هو عدد في نفسه، يعني ا زائد بي في ا زائد بي. الى جينا نشرها اش غنلقاوها؟ هي ا في ا، يعني ا اسي 2 زائد ا في بي، يعني ا بي، ياك كملت مع ا نمشيو عند بي زائد بي في ا هي ا بي، بي في ا هي ا بي على الحال، زائد بي في زائد بي يعني زائد بي اسي 2. اذا الى بغينا نشوفو غنلقاوها تساوي ا اسي 2، شحال عندي من ا بي؟ عندي جوج مرات ا بي زائد جوج ا بي زائد بي اسي 2، وهذه كتسمى المتطابقة الهامة رقم واحد، كتسمى المتطابقة الهامة رقم واحد. شنو هي المتطابقة الهامة رقم واحد؟ هي هذه أ زائد بي الكل أسي 2 كتساوي أ أسي 2 زائد 2 أ بي زائد بي أسي 2. إلا درنا ناقص، نمسح هاد الشي هذا وغادي نوضعو هنا ناقص، هنا إلا درنا ناقص أ موان بي أوكا، أو ناقص بي أسي 2 هي أ ناقص بي في نفسه، عدد في نفسه، في أ ناقص بي هي أ ناقص بي أسي 2. إذا نقوم بالنشر، تساوي نضرب أ في العددين ثم ناقص بي في العددين. أ الله يرضي عليكم، شوف كل عدد في الإشارة اللي قبل منه نتاعو ملي ما كتكونش يعني زائد، مثلا بحال هذه إذا درنا زائد أ هذه هي أ، تفقد، ولكن ملي كتكون ناقص كتبقى، ما نقدرش نحيدها، كتبقى ديك الناقص، صحيح؟ ولكن ملي ما تكونش الإشارة يعني راه زائد عندك تما، ملي ما تكون الإشارة والو كيعني راه عندك زائد تما، متفقين؟ مزيان، يعني بحال عندي زائد أ في زائد أ هي أ أسي 2،
ثم زائد افي ناقص بي زائد مع الناقص ولي ناقص اف بي. تقل كملت مع ا نمشيو عند بي، خصنا نضرب عود بي في هادو بزوج، ناقص بي في ا هي ناقص اف بي ولا ناقص بي ا بحال بحال. شوف الله يرضى عليكم، اف بي تساوي بي في ا، هذه هي ا بي تساوي بي ا بحال بحال. اتفقين؟ ا بي و بي ا بحال بحال، واضح مزيان. دونك ناقص بي في ناقص بي هي ناقص مع ناقص ولي زائد بي في بي هي بي وسيدنا مزيان. دونك شنو تساوي ا وسيدنا ناقص ا بي ناقص ا بي نقص جوج مرات ا بي، يعني نقصت جوج ا بي زائد بي وسيدنا. اذا هذه كذلك متطابقه هما رقم جوج، كيقول لك بانما ا ناقص بي اذا نسيتها نشر كما درنا حنايا، وسيدنا تساوي ا وسيدنا ناقص اثنان ا بي زائد بي وسيدنا. غادي نحاولوا نشرحوا حتى تعبير اخر. الى خدينا مثلا ا زائد بي في ا ناقص بي، الى درنا هذا النشر شنو غيساوي؟ يساوي ا في ا هي ا اس اثنان، ا في ناقص بي هي ناقص ا بي، زائد بي في ا هي زائد ا بي هي بي ا، ولكن بحال ا بي بي او ا بي قلنا بحال بحال، زائد بي في ناقص بي هي ناقص بي اس اثنان. شوف عندي ناقص ا بي زائد ا بي يعني صفر، عددين متقابلين مجموعهما يساوي صفر، هي عندك ناقص ا زائد ا تساوي ا ناقص ا تساوي صفر، هذه عقلوا عليها مزيان. عندك ناقص ا زائد ا تساوي ا ناقص ا، يعني عددين متقابلين مقابل ا هو ناقص ا مقابل. اذا قمنا بجمع عددين متقابلين فان النتيجه هي الصفر. وكذلك نشير لواحد النقطه مهمه، المقلوب مقلوب ا ولكن خاص يكون يخالف الصفر هو واحد على ا، جداء عدد ومقلوبه يعطينا دائما واحد. تفقين مجموع عدد ومقلوبه يعطينا دائما صفر، الامور واضحه، مجموع عدد ومقلوبه يعطينا الصفر، عفوا ومقابله هذا المقابل هذا مقلوب آه. مجموع عدد ومقابله يعطينا صفر، ضرب عدد في مقلوبه يعطينا واحد، ضرب عدد في المقلوب نتاعو يعطينا واحد، قواعد مهمة يجب يعني الاحتفاظ بها. إذا هنا كم يساوي؟ يعني أ أس اثنان هنا عدد ومقابله المجموع يعطينا الصفر، إذا تصبح ناقص بي أو سيتنا فقط، لأن ناقص أ بي زائد أ بي يعطينا صفر، إذا تصبح أو سيتنا ناقص بي، وهاته هي متطابقة مع رقم ثلاثة. وهناك متطابقات هامة أخرى، يعني قمت بشرحها في درس آخر، وهو طريقة تحديد المتطابقات الهامة من كل الدرجات بدون حفظ وبوسيلة بسيطة جدا. إذا أقوم بمسح البرهان، والآن نأخذ بعض الأمثلة وبعض التمارين التطبيقية. نبدأ بالمثال الأول، مثال بسيط جدا، اثنان في ثلاثة ناقص جذر اثنان زائد أربعة في جذر اثنان على اثنان ناقص واحد مثلا. إذا قمنا ب أو المطلوب هو حساب هذا أو تبسيط هذه الكتابة، بسط يعني بسط بسط ما يلي يعني. ا مثلا تساوي، إذا كيف نقوم بتبسيط هذا العدد؟ نقوم بنشر ما يلي، إذا ا كم تساوي؟ اثنان في ثلاثة، اثنان في ناقص جذر اثنان يعني ناقص اثنان جذر اثنان، شوف عندي واحد موجب واحد سالب ندير ناقص، عندي الجدا كيكون واحد موجب واحد سالب كندير ناقص، كيكونوا بجوج موجبين ندير موجب، جوج سالبين ندير سالب، كملت مع الزوج. ضربت في ثلاثة وضربت في جذر جوج كملت مع هذه صحيح، نمشيو عند هذا زائد أربعة في جذر اثنان على اثنان زائد أربعة في ناقص واحد هي ناقص أربعة في واحد، علاش؟ لأن هذه زائد ولا ناقص، إذا تولي لي ناقص، كيكون إشارة مختلفة كتعطي ناقص. اثنان في ثلاثة دائما الله يرضى عليكم هذه عملية فيها الطرح وفيها الضرب، الأسبقية للضرب وللقسمة، عاد كنشوف الزائد والناقص، والأقواس كيجيو في الرتبة الأولى، دائما سبق الأقواس ثم الضرب أو القسمة ثم الزائد أو الناقص، والأس هو عبارة عن ضرب، الأس هو عبارة عن ضرب، مثلا إذا كان عندك جوج أس اثنان كتعني اثنان في اثنان، يعني هذا ضرب يجب تسبيقه أيضا، متفقين؟ الله يرضى عليكم عقلة مزيان، إذا هنا شنو غنسبق؟ واش غنجمع هذه مع هذه ولا؟ دونك ضروري ندير الضرب في المرحلة الأولى عاد نشوف شنو ندير، ضرب
اول حاجه هي الضرب. اذا اثنان في ثلاثه تعطينا سته، جيد. ناقص اثنان يجي داك اثنان، بعد ما نديرو لها زائد هنا راح الجيده اربعه يجي داك اثنان على اثنان. هنا اربعه يمكن ان نكتبها اثنان في اثنان، ويمكن ان نختزل ب اثنان. لاحظوا معايا مزيان باش ما تخوخوش. اللي كان عندك ا، عفوا ا في السي على دي، هذه اش كتساوي؟ هذه تقدر تكتبها ا على دي، اذا كانت في هنا، اتونسيون اذا كانت في ا على دي في السي، متفقين؟ وكتساوي ايضا ا في السي على دي، هادو كلهم متساويين، عقل عليهم مزيان وكتبهم في واحد الورقه. ا في السي على دي كتساوي ا في السي على دي كتساوي ا على دي في السي، متفقين؟ بحال بحال. إذا هذه نقدر نكتبها هي راه على جوج، من يكون فيه، إذا كان زايد ناقص ما صالحش هادشي، فيه جوج هي عندك هنا فيه، فيه، متفقين؟ إذا 4 على جوج فيه جدر جوج، تبقى جدر جوج تماك، ناقص 4 في 1 هي 4، كملت المرحلة الأولى، عيب لا تعليق باش ما تغلطش، خطوة خطوة، دونك نمسح هاد القاعدة هادي اللي كتبتها، كلشي القواعد نعطيهم لكم، وحاولوا تنطيهم في واحد الورقة بيضاء وحطوهم حداكم باش تبقوا تخدموا بهم، إذا تساوي. ستة نديرها مع ناقص أربعة، ستة نقرب لها ناقص أربعة حداها باش نحسبها، ثم شنو تبقى لنا؟ ناقص اثنان يجي لها اثنان، أربعة على اثنان هي اثنان، عفوا زائد اثنان يجي لها اثنان، إذا ستة ناقص أربعة هي اثنان، لا بلاتي عليكم، ثم لدينا عددين متقابلين مجموعهما صفر، ناقص اثنان يجي لها اثنان زائد اثنان يجي لها اثنان، إذا صفر، إذا تبقى النتيجة هي اثنان، النتيجة هي اثنان. إذا قمنا بحساب أ أو تبسيط أ، صحيح؟ مزيان. مثال آخر، بسط أو حسوب مثلا، مثلا ب يساوي اثنان زائد جدر ثلاثة أس اثنان، ناقص جدر ثلاثة ناقص زائد وناقص واحد في جدر ثلاثة. دونك يكون عندنا تما زائد خمسة، إذا نقوم بحساب مائل. نبدأ أولا بالمتطابقة الهامة، هنا لدينا متطابقة هامة، شنو متطابقة هامة؟ أ زائد ب الكل أس اثنان، هي كتشوفوها أ زائد ب الكل أس اثنان كتساوي أ أس اثنان زائد اثنان أ ب زائد ب أس اثنان، إذا نحاول نطبق هذه المتطابقة هنا، هنا، إذا تساوي ب تساوي، الجواب ب شنو تساوي؟ كتساوي أ زائد ب الكل أس اثنان يعني أ أس اثنان يعني اثنان أس اثنان، دابا غير هاد الجهة اللي غنخدم، هذا مازال ما شفتش فيه، زائد عندي زائد كندير زائد، هي المتطابقة نتاع الزائد كندير زائد، زائد اثنان في أ يعني في اثنان. في ب هي جدر ثلاثة زائد ب أس اثنان يعني هاد جدر ثلاثة أس اثنان، واحد الفكرة الله يرضي عليكم، أي عدد جدر أ أس اثنان كيساوي أ، جدر أ أس اثنان كيساوي أ دايما، متفقين؟ جدر أ أس اثنان كيساوي أ، إذا انتهى، وإلا كان أ موجب حتى جدر أ داخل أس اثنان كيساوي أ، هذا دايما كيساوي أ، إلا عندي أس الفوق. ولكن هذا فوقاش كيساوي ا الا كان ا موجب فقط، اما هنا هذا دائما علاش؟ لانه ما يمكنش ندير الجدر الا كان ا سالب، اصلا هنا ا ضروري يكون موجب، ضروري يكون عدد موجب، ان هما الا مشاو داروا لك الجدر عرف بان راه موجب 100%، يعني ما يحتاجش انت تفكر، يعني ملي كيكون عندك هنا دير جدر ا اس اثنان كتساوي ا ديريكتوم، عندك الحق تكتبها، ولكن الا كان عندك هذه ما عندكش الحق تكتبها الا اذا كان ا موجب، متفقين؟ اذا كان ا موجب، علاش؟ لان مثلا هنايا ا ما يمكنش يكون ناقص واحد ناقص جوج، ضروري يكون عدد موجب، ولكن هنا ممكن، علاش؟ لان جدر مربع ناقص جوج مثلا اس اثنان، هذه شنو تساوي؟ هذه كتساوي جوج، علاش؟ لان ناقص جوج كل اس اثنان هي 4 جدر 4 زوج، متفقين؟ ولكن ما نقدرش نكتب بحال هكا، هذا ما كاينش هذا العدد هذا، اذا اس اثنان ودرت ناقص جوج، ما كاينش هذا العدد، لا يمكن وضع عدد سالب داخل جدر مربع. المهم هادشي مع الوقت غتفهموها الا ما فهمتوش دابا، ومن الاحسن تراجعوا دابا وتفهموها. ناقص هنا قيس واحد راسك انا مزيان، هنا قلنا ملي كنبغي ندير واحد العمليه حسابيه كنسبق الجداء على الطرح، اذا هاد الجداء غادي نديرو عندي الطرح، اذا ناقص هاد الناقص في هادشي كله هادشي
عنده ناقص. اذا غندير واحد القوس كبير بحال هكا ونسدو هنايا، علاش؟ باش ننشر فيها هذه الناقص، راه تاعهم كلهم غتبقى لاصقه فيهم كامل مزيان. اذا نسى عليا الناقص، راني حطيت على برا ونمشي. جدة 3 في جدة 3 هي جدة 3 و 6 ياك، جدة 3 في 5 زائد 5 يعني زائد 5 جدة 3. هذه الفكرة الأولى، فكرة زيد كمل. ناقص 1 في جدة 3 هي ناقص جدة 3، ثم ناقص 1 في 5 هي ناقص 5، مزيان تساوي 2 أس 2. قلنا الأس راه بحالو بحال الضرب يعني أسبقية له. 2 أس 2 هي 4، زائد 2 في 2 هي 4 في جدر 3 يعني 4 جدر 3. جدر قلنا أي عدد كيساوي، إذا هنا اش غتعطينا؟ غتعطينا 3. الناقص خليها على برا ونحل القوس نتاعي. جدر 3 أس 2 هي 3 ياك، زايد 5 جدر 3 نقص منها 1 جدر 3 يبقاو لي 4 جدر 3 ياك، ناقص 5 مزيان بلات عليا. تساوي نشوف واش كاين شي حاجة نحسبها هنايا برا على القوس. 4 زائد 3 نقدر نحسبهم يعطيك 7، زائد 4 جدر 3 هذا ما نقدرش نحسبه معانا ياك، ناقص نحسب اللي داخل الأقواس الأول. 3 ناقص 5 هي ناقص 2 أقل مزيان، 3 ناقص 5 هي ناقص 2، زائد 4 جدر 3. شوف ملي كيكون عندك واحد المجموع عددين لهما إشارتين مختلفتين كندير الفرق بيناتهم. شوف مجموع عددين لهما إشارتين مختلفتين، مجموع عددين لهما إشارتين مختلفتين، كنشوف الفرق بيناتهم زوج، الفرق بيناتهم زوج، وكنحط إشارات الأكبر منهم، شكون كبير خمسة ولا ثلاثة؟ خمسة، إشارة تاعو سالبة كنحط زوج. مثلا عندي ناقص 4 زائد 5 شنو تساوي؟ هادي عندي مجموع عددين إشارتهما مختلفتين، هذا عنده ناقص وعنده زائد، إذا شنو غندير؟ غنشوف الفرق بيناتهم، الفرق بيناتهم واحد، نحطو هنا إشارة الأكبر. هنايا 5 هو الكبير، الإشارة تاعو موجبة إلى يكون زائد 1، مغاديش يكون ناقص 1، متفقين؟ واضح الأمر. إذا كان عندي ناقص 6 زائد 5، الفرق بيناتهم هو 1 بين 5 و 6، الكبير هو 6، الإشارة تاعو سالبة غندير ناقص، عقلوا على الفكرة تسهل عليكم الخدمة. دونك كملت، دابا ننشر هذا الناقص ننشرها مع هذا، تساوي 7 زائد 4 جدر 3، ناقص مع ناقص تولي زائد 2. إنه بحال اللي عندك هنايا ناقص، عندك بحال اللي عندك ناقص واحد في هذا الشيء. مي يكون عندك ناقص ضارب عليك ناقص قوس شي حاجه مثلا، هذه اش كتساوي؟ بحال الا عندك، بحال الا عندك نزيدوها هنا، هي ناقص ا زائد بي تساوي ناقص ا ناقص بي، يعني بحال الا عندك ناقص واحد في ا زائد بي، يعني غتنشرها ناقص واحد في ا زائد بي. والا عندك هذه مثلا، هذه نديرو هكا ناقص ا ناقص بي تساوي ناقص ا ناقص ا ناقص بي زائد بي، او لا كتساوي بي ناقص ا، ناقص ا ناقص بي تساوي بي ناقص ا، يعني كتقلبها صحيح. اذا هنا شنو عندي؟ ناقص مع ناقص غتولي زائد جوج ياك، ناقص مع زائد تولي زائد 4 جدر 3، عفوا ناقص ناقص مع زائد تولي ناقص صحيح. كملنا مع هذا تساوي 4 جدر 3 ناقص 4 جدر 3 صفر، 7 زائد جوج 9، اذا لقينا النتيجه هي 9 نتاعها. غادي نحاول نخدمو بطريقة أخرى غير هاد لابارتي الزوجة، لهذا اللي بين قوسين نوريكم واحد التقنية أخرى نخدموها ضوء مباشرة، غير اللي بين قوسين باش نربحو الوقت نخلي الآخرين كيما هما ياك. كيف غندير؟ غادي هاد الناقص في الأول ندخل هنا ديريكت، هو هادي ناقص جدر 3 في جدر 3 هي ناقص جدر 3 و 6، إلا كنت العقل ديالك كيركز خدم بحال هكا. ناقص جدر 3 في زائد 5 عندي وحده زائد وحده ناقص جدر 3 يعني تولي ناقص 5 جدر 3 تفقين ياك. كملت مع جدر 3 نمشيو عند ناقص مع ناقص تولي زائد 1، ناقص ناقص 1 هي زائد 1، جدر 3 هي جدر 3، ناقص مع ناقص تولي زائد 1 في 5 هي 5، تفقين دابا مزيان. الوغ هاد جدر 3 و 6 هي 3 ناقص 3، ناقص 5 جدر 3 زائد جدر 3 زائد 5 ياك، هنا ناقص 5 جدر 3 زائد جدر 3 هي 4 جدر 3، نحسبوها دابا هي ناقص 4 جدر 3 زائد 5. ودابا غنحسبو عندنا 3 ناقص 3 صفر، و 4 زائد 5 نحسبو ديريكت 3 ناقص 3 صفر، هذه ناقص هذه صفر، تبقى 4 زائد 5 هي 9 صحيح، نفس النتيجة واضح.
الطريقة اللي جاتك سهلة وفهمتها أخدم بها، أعطيهم مثال آخر. اثنان زائد جذر اثنان أس اثنان زائد اثنان ناقص جذر اثنان أس اثنان تساوي، دونك هذا يسموها السي. يقول لك احسب أور السي اش كتساوي؟ هذه متطابقة عامة وهذه متطابقة عامة، نديرو زائد ولا ناقص اللي بغيتو، المهم حنا نخليوها زائد ماشي مشكل. من بعد نديرو ناقص، نديرو جوج، نديرو وحدة زائد وحدة ناقص، مثال اخر فيه ناقص. الوغ شنو تساوي؟ متطابقة عامة اس اثنان. اذا شنو غتساوي؟ غادي نشرحها بهذه الطريقة، ا زائد بي كل اس اثنان، هي اس اثنان زائد اثنان في ا في بي زائد بي اس اثنان، يعني اثنان اس اثنان زائد اثنان في اثنان في جذر اثنان زائد بي اس اثنان، يعني جذر اثنان اس اثنان. ساليت مع الأولى، الزوجة زائد قلنا نحل القوس اثنان أس اثنان، هنا عندي أ ناقص بي، هي أ ناقص بي أس اثنان، هي أ أس اثنان ناقص اثنان أ بي زائد بي أس اثنان، يعني اثنان أس اثنان ناقص اثنان في أ يعني اثنان في بي جذر اثنان زائد بي أس اثنان هي جذر اثنان أس اثنان تساوي اثنان أس اثنان هي أربعة، اثنان في اثنان في جذر اثنان هي زائد أربعة جذر اثنان. جذر 2 أس 2 قلنا هي 2، أي عدد جذر مربع أ أس 2 قلنا هي أ بدون نقاش، لأنها 100% يكون موجب. زائد عندي مين كيكون زائد برا على القوس كنحيد الأقواس بلا ما نفكر، كيكون زائد برا على الأقواس كنحيد الأقواس بلا ما ندير حتى شي حاجة، عقلوا عليها مزيان. ملي يكون عندك مثلا زوج زائد أ ناقص بي مثلا حيد الأقواس، كاين حتى شي مشكل، ما يأثر حتى في شي حاجة. ملي كيكون زائد ملي كيكون ناقص كيقلب الإشارة، زوج أس 2 هي 4 ناقص زوج زوج هي ناقص أربعة جذر جوج، جذر جوج أس اثنان هي زوج، مزيان تساوي أربعة زائد جوج ستة زائد أربعة عشرة زائد زوج 12، ثم أربعة جذر جوج ناقص أربعة جذر جوج هي صفر، دونك النتيجة هي 12. مزيان مثال آخر، حسب دي دي مثلا تساوي جذر ثلاثة أو لا نعم جذر ثلاثة ناقص واحد أس اثنان ناقص جذر ثلاثة زائد اثنان كل أس اثنان تساوي. إذا دي تساوي متطابقة عامة أ ناقص ب كل أس اثنان، شنو هي؟ أ أس اثنان يعني جذر ثلاثة، عندي بو إشارة هنا ماشي مشكل، قوس بغيت نخليه ولا نحيده. ثم المهم غنبقاو نوليو نديرو الأقواس، جذر ثلاثة أس اثنان ناقص هي متطابقة مع أ ناقص ب كل أس اثنان، هي أ أس اثنان هي جذر ثلاثة أس اثنان، ب تاعي هي الواحد، أ هي جذر ثلاثة وب هي الواحد، ناقص اثنان في جذر ثلاثة في واحد زائد واحد أس اثنان، كملت معاها ناقص على برا هي ونحطها تما وحدة راسها، جذر ثلاثة أس اثنان متطابقة مع أ زائد ب كل أس اثنان ها هي زائد اثنان في جذر ثلاثة في اثنان زائد اثنان أس اثنان، مزيان تساوي. قلنا ملي ما كيكون والو قبل القوس كنحيدو بلا تفكير، جذر ثلاثة أس اثنان هي ثلاثة، اثنان في جذر ثلاثة في واحد هي اثنان جذر ثلاثة زائد واحد أس اثنان هي واحد. إذا هنا حطو راسكم خليه حتى نحسب عاد النشر، الناقص ما نحيدش الأقواس حتى نشوف واش كندير. جذر ثلاثة أس اثنان هي ثلاثة، اثنان في اثنان هي أربعة في جذر ثلاثة يعني تساوي أربعة جذر ثلاثة زائد أربعة جذر ثلاثة. شوف معايا مزيان، إذا كان عندك اثنان في أ في أربعة هذه كتساوي اثنان في أربعة في أ يعني تساوي ثمانية أ، متفقين؟ إذا عندك أ في بي في سي يعني تم غير في هذه كتساوي سي في بي في أ كتساوي بي في سي في أ كتساوي أ في سي في بي، يعني واخا بدلت لهم ترتيب ما كان حتى مشكل الا كان عندك يعني الجوده فوق بوحدو. الوغ شنو قلنا؟ زائد اثنان أس اثنان هي أربعة صحيح، تساوي ثلاثة زائد واحد أربعة ناقص اثنان جذر ثلاثة، لاحظ معايا مزيان، ناقص هاد الناقص نخليها مازال حتى نجمع حتى ما نلقى ما ندير هنا، ثلاثة زائد أربعة سبعة زائد أربعة جذر ثلاثة، دونك تساوي أربعة ناقص زوج جذر ثلاثة ناقص هاد الناقص غتنشر تولي ناقص واحد، تنشر ناقص واحد في سبعة هي ناقص سبعة،
ناقص واحد في الرابعة جذر ثلاثة هي ناقص أربعة جذر ثلاثة تساوي أربعة، ناقص سبعة هي ناقص ثلاثة، ناقص زوج جذر ثلاثة ناقص أربعة جذر ثلاثة هي ناقص ستة جذر ثلاثة، صحيح؟ دونك ناقص ثلاثة ناقص ستة جذر ثلاثة، هذه هي النتيجة. مثال آخر باش تفهموا أكثر، نقولك بسط مزيان سموها اه. الان كيفاش غنديرو نبسط هاد التعبير؟ اذا خاصنا نشر كتساوي، الله يرضي عليكم، عندك هنا متطابقة هاما اس اثنان الاسبقية هذا اللي بين قوسين عاد بالضرب، شنو قلت لكم الأسبقية الأول الأقواس، إذا هاد جوج نخليها أبار ونحل واحد القوس كبير ونحسب هذا اللي داخل، هذا أ ناقص بي، أ هي واحد و بي هي جذر خمسة، أ ناقص بي الكل أس اثنان هي أ أس اثنان، يعني واحد أس اثنان عندي ناقص ندير ناقص، اثنان في واحد في جذر خمسة تطبقها معاك زائد بي أس اثنان يعني جذر خمسة أس اثنان، مزيان. ناقص ثلاثة نخليها أبار حتى هي، علاش؟ لأن عندي هنا واحد وسي، وكان ما عنديش وسي اثنان نشر ديريكت، هنا عندي وسي اثنان إذا خصني نحسب عاد النشر، واحد وسي اثنان زائد اثنان في واحد في اثنان جذر اثنان، زائد اثنان جذر اثنان الكل أس اثنان، وهنا عندك أ في بي الكل أس أن كتساوي أ أس أن في بي أس أن، أ و بي عدد حقيقيا، أن عدد صحيح طبيعي. أ في بي الكل أس أن هي أ أس أن في بي أس أن، غنستعملوها هنا، تساوي اثنان، ما نشرش هاد الزوج حتى نبسط هداك الشيء لداخل، واحد أس اثنان هي واحد، ناقص جوج في واحد زوج جذر خمسة، جذر خمسة أس اثنان هي خمسة، كملت مع هادي، ناقص ثلاثة، كذلك هنا ما نشرش حتى نحسب، واحد أس اثنان هي واحد، زائد جوج في واحد زوج هي أربعة جذر جوج، زائد هنا، هنايا شنو قلت لكم؟ إلا عندي أ في بي يعني جوج في جدر جوج الكل أس جوج هي جوج أس جوج جدر جوج أس جوج، ها القاعدة، يعني زوج أس جوج هي أربعة، جدر جوج أس جوج هي زوج، أربعة بزوج، متفقين؟ يعني هذه حالة غنشرها جوج أس جوج جدر جوج أس جوج، ياك، أربعة بزوج، سهلت مع هاد القاعدة اللي استعملتها، كتساوي زوج ما نشرش حتى نحسب كل شيء، واحد زائد خمسة هي ستة، ناقص زوج جدر خمسة، دابا ما عندي ما نحسب عاد بلاتي نشر، ناقص ثلاثة حتى أنا ما نشرش. غادي نحسب الأسبقية الجودة يعني واحد زائد أربعة جذر جوج زائد أربعة زوج هي ثمانية، ياك تساوي نشر دابا هادي ما عنديش مشكل، علاش؟ لأن ما كان ما نزيد هنا، جوج في ستة هي 12، زوج في ناقص زوج هي ناقص زوج في زوج أربعة جذر خمسة، كملت مع هادي ناقص ثلاثة ما نشرش حتى نحسب، أربعة ثمانية والواحد تسعة زائد أربعة جذر جوج تساوي 12 ناقص 4 جذر 5 ناقص 3 في 9 هي 27 ناقص 3 في 4 هي ناقص 12 جذر 2 تساوي 12 ناقص 27 هي ناقص 15. شنو قلت لكم؟ عندي عددين لهما إشارتين مختلفتين المجموع نتاعهم، كندير الفرق بين 27 و 12 هي 15، الفرق بيناتهم 27 ناقص 112 هذيك 15، ياك كنشوف الإشارة تاع الكبير، الكبير هو 27 إشارة تاع سالبة ندير ناقص، صاي كملت زيد ناقص 4 جذر 5 عندي ما نحسبها ما عنديش لان ما عنديش جذر 5 اخرى، ثم ناقص 12 جذر 2 انتهى، ما عندي ما نزيد نقدرش نزيد نحسب، صحيح؟ اذا سالينا مع المثال هذا نعطيو بعض الامثله فيهم الكسور، فيهم الكسور نعطيو مثلا ا بي سي دي اف كتساوي واحد على زوج في ثلاثة ناقص مثلا جذر جوج زائد ثلاثة على أربعة في اثنان جذر اثنان زائد واحد في جذر اثنان، مهم هكا كيفاش غنحسبو هاد العملية هادي؟ دونك
هنا في المرحلة الأولى غنشر فقط، ندير له مثلا 24 جنيه شوية الحساب سهل، غنشر فقط. إذا واحد على زوج في ربعة هكا زائد ولا ناقص، غنشوف واحد على جوج في ناقص، إذا جوج غتبقى ناقص لأن هذا موجب وهذا سالب. واحد على جوج في جد جوج زائد ثلاثة على أربعة، في العدد الأول هو جوج جد جوج جد جوج، حدا راسك هنا شوف عندي واحد زوج ثلاثة، عدد في عدد في في عدد، يعني غنضرب هذا في هذا في هذا وهذا في هذا في هذا، تفقد ثلاثة على أربعة في جوج جد جوج في جد جوج على برا لهنا، يعني تولي ثلاثة على أربعة في جوج جد جوج في جد جوج، ثلاثة على أربعة في جوج جد جوج في جد زائد ثلاثة على أربعة في واحد في جدر جوج تساوي. هنا شنو قلت لكم بيلس ملي كيكون عندي ا على بي في سي، هي ا في سي على بي، هي ا في سي على بي، كي بغيت نديرها نديرها ياك. اذا هنا عندي واحد على جوج في اربعه، يعني هي اربعه على جوج، هي اربعه على جوج، واربعه على جوج هي زوج، خليها حتى لا تنحسبوها. واحد جدر جوج على جوج هي جدر جوج على زوج، زائد 3 على 4 في 2 هي المهم هذا غادي نديرها هي 3 في 2 جدر 2 في جدر 2 على 4 زائد 3 في 1 3 في جدر 2 هي 3 جدر 2 على 4 تساوي 4 على 2 هي 2 جدر 2 على 2 ما نقدرش نحسبها، زائد 3 في 2 هي 6 جدر جوج جدر جوج هي جوج، لأن ملي يكون عندك جدر أ في جدر أ الموجب هي أ، صحيح؟ يعني جدر جوج جدر جوج هي جوج، جوج جوج أربعة في ثلاثة هي 12، 12 على أربعة زائد ثلاثة جدر جوج على أربعة، ياك تساوي دونك على جوج خليها أ بار ناقص جدر جوج على زوج، ثم زائد 12 على أربعة هي ثلاثة زائد 3 جدر 2 على 4، الوغ 2 زائد 3 نحسبها هي 5، ثم ناقص شوف انا عندي 3 جدر 2 على 4 وهنا ناقص جدر 2 على 4 خصني نحسبها، يعني نسبق هذه هي 3 جدر 2 على 4 ونوحد المقام، لان انا عندي جدر 2 على 2 خصني نوحد المقام، يعني غندير ناقص 2 جدر 2 على 4، علاش ضربت انا في 2 وانا في 2، 2 جدر 2 هي 2 في 2 هي 4، صحيح؟ دونك تساوي 5، هنايا المقام راه واحد زائد المقام واحد هو 4، 3 جدر 2 ناقص جدر 2 هي جدر 2، صافي 5 زائد جدر 2 على 4. إذا الله يرضي عليكم حاولوا تستوعبوا هذه القواعد، كيفاش دير تستوعبوا؟ شنو هي الطريقة؟ أسهل طريقة باش تضبط هذه القواعد كاملة هي غادي تبقى دير راسك تمارين، أولا جبد الكتاب نتاعك، شوف الله يرضي عليكم جبد الكتاب اللي فيه تمارين بدون حلول، تمارين بدون حلول، وعصر مخك معاهم. وحاول تتاكد بانك تجاوب صحيح، تاكد باش تتاكد غير راسك، الا ضبطت القاعده غادي تتاكد بانك تجاوب صحيح ما كتغلطش. مثلا اللي جبت تمرين راسك دير هذه جوج في ثلاثة ناقص واحد على اثنان زائد أربعة في دير القوس مثلا اثنان زائد ثلاثة على اثنان زائد ما عرفت خمسة على أربعة مثلا، حسب هذا ياك كي غدير تحسب هادي دونك هادي غدير تساوي اثنان في ثلاثة راسك ناقص، هنا عندي زائد مع ناقص تولي ناقص، اثنان في واحد على اثنان زائد عدد في المقلوب نتاعو يعطيك واحد باين هادي، أربعة في اثنان نشر هادي، أربعة في ثلاثة على عفوا زائد أربعة في ثلاثة على اثنان هي أربعة في زوج هي زائد أربعة في ثلاثة على زوج هي زائد 4 في 5 على 4 ياك تساوي 2 في 3 6 ناقص 2 في 1 على 2 يعطينا 2 في 1 2 على 2 هي 1 زائد 4 في 2 هي 8 زائد 4 تختزل مع 2 ملي كيكون عندك شوف ملي كيكون عندك مثلا 4 في 5 على 2 كتقدر تختزل هاد 4 مع 2 تقسم هي هادي كتساوي هي 4 على 2 في 5 و 4 على 2 هي 2 تبقين جوج خمسة، يعني ديريكت ما تقدر تقسم هذه على هذه، يعني هي 4 على 2 هي 2، 2 في 3 هي 6، تبقين زائد هنا 4 تختزل مع 4، فهمتوا؟ إن هذه شنو هي؟ هي 4 5 على 4، يعني 20 على 4 هي 5، تبقين دائما ملي يكون عندك أ في بي على أ،
كتسبب بيه بلا ما تفكر، ما يكون فينا كتسبب بيه هذيك اللي مشي مع هذا كتسبب بيه ديريكت. هو زايد خمسة هيك تساوي، ملي كيكون عنده العملية فيها الناقص والزائد من الأحسن يعني، هذه سهلة، ولكن من الأحسن نبقى نجمع اللي عندهم زائد ونقص منهم اللي عندهم ناقص، صحيح؟ دونك هنايا مثلا ستة ناقص واحد خمسة، خمسة زائد خمسة عشرة، زائد تمنية تمنطاش، زائد ستة أربعة وعشرين، صحيح انتهى، حسب بالله تعالى. إذا دير عملية راسك وخد من راسك، متفقين؟ وهذه تقدر توحد المقام داخل وتحسب داخل عاد تحسب إلى غير ذلك. الوغ واحد النقطة مهمة بالنسبة للحساب، واحد النقطة مهمة جدا في الحساب العددي ديال الكسور، خصوصا ديال الكسور، إلا عندك أ على بي في استعداد دي، هنا ما توحد المقام ما والو، إلا كان جداء كتوحدش المقام، كدير أ في سي على بي في دي، دونك هادي قاعدة سجلها عندك على طول. مثال، إلا عندك جوج على ثلاثة في ثلاثة على أربعة مثلا، شنو تساوي؟ زوج في ثلاثة على ثلاثة في أربعة ديريكتوم، ونختز ثلاثة مع ثلاثة والزوج مع أربعة تعطيك واحد على زوج، ياك ديريكتوم مزيان. إلا عندك القسمة، إلا عندك أ على بي الكل على سي على دي، شنو يساوي؟ كيساوي أ على بي في دي على سي، داك اللي تحت كتقلبو. ندير واحد المثال، إلا خدينا مثلا ثلاثة على أربعة الكل على جوج على مثلا على ثلاثة، ولا ندير ثلاثة على جوج مثلا، شنو تساوي هادي؟ وندير هنا جوج على أربعة، شنو غتساوي هادي؟ غتساوي ثلاثة على جوج، نخليها كيما هو، في المقلوب نتاع هادي هي أربعة على ثلاثة، نختزل ثلاثة مع ثلاثة تبقى أربعة على جوج هي زوج، ولا ثلاثة في أربعة 12، هي لو بغيت تسهل على راسك، ثلاثة في أربعة 12 على جوج ثلاثة ستة تعطيك زوج، صحيح؟ هذا غير مثال. قاعدة أخرى، إلا عندك أ هنا وانتبه مزيان، أ على بي زائد سي على دي، هنا ملي كتكون الزائد ولا الناقص كنوحد المقام، اش كتساوي؟ المقام هو بي في دي، هذا في هذا، هنا كندير أ في دي، هاد الإشارة نحطها هنا بي في سي، كنضرب هذا في هذا وهذا في هذا، هي أ في دي هي سي في بي هي، شتو؟ كندير بيناتهم هاد الإشارة. نعطي واحد المثال باش تفهمو، إلا كان عندك جوج على ثلاثة زائد أربعة على خمسة، أش كتساوي؟ المقام الموحد هو ثلاثة في خمسة، والفوق شنو ندير؟ جوج في خمسة زائد أربعة في ثلاثة، جوج في خمسة عشرة، أربعة في ثلاثة 12، ثلاثة في خمسة 15، 10 زائد 12 22 على 15، صحيح؟ هكذا غير مثال. القاعدة الأخيرة، إلا كان عندك زائد هنا أعرف الناقص أ على بي ناقص سي على دي، نفس الشيء بي في دي الفوق كندير أ دي ناقص سي بي، متفقين؟ أ دي ناقص سي بي، ها هو المثال. إلا عندنا مثلا زوج ناقص جوج على ثلاثة ناقص واحد على مثلا ناقص خمسة على جوج تساوي، دونك غادي المقام واحد هو ثلاثة في جوج يعني ستة، الفوق شنو ندير؟ زوج في جوج ربعة ناقص خمسة في ثلاثة 15 تساوي، أربعة ناقص 15 هي ناقص 11 على ستة، صحيح؟ دور سالينا أنا ممكن وهذيك هي صحيح. الله الامور واضحه والله يوفق، حاولوا تخدموا تمارين كثروا بتمارين غتضبطوا هذه القاعده، الله يوفق.